اهلا ومرحبا بكم من جديد. نتواصل نحن وانتم وضلال الاصيل، محطات متنوعه ومختلفه، ننقلكم من موضوع الى اخر ومن ضيف الى اخر في مساحات الثقافه والادب والفنون وفي عوالم الشعر والنظم الجميل. ارحب بضيفتي هذا المساء الكاتبه والاديبه ناندي حامد حسين. مرحب بك حبابك عشره. مرحبا بك، وانا بقول المساء الليله غير، بيشبه النيل والضفاف، الفرح عام المكان، جو غمرني وفي نطاف، يومي جد حيكون سعيد في حضرة الناس اللطاف. سعيدة بكم، سعيدة بعودة قناة الشروق مرة ثانية، وإن شاء الله أكون خفيفة عليكم يا رب. حبابك عشرة، نورانا في ظلال الأصيل. وخلينا نبدأ بسؤالنا النص الشهري وخلى الناس تعرفك كشاعرة. النص اللي خلى ناندي أو الناس تعرف ناندي، طيب قصيدة ما بوعدك لها واغي خاص جواي، ويمكن في وقت الجامعة كنت بقرأ كثير في المنصات، فمنها الناس عرفت ناندي بقصيدة ما بوعدك. أنت درستي جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا مش كده؟ تخصص كان شنو؟ هندسة مدنية. هندسة مدنية، أيوة. جميل. طيب خلينا نقف برضو على الجمعيات الأدبية الموجودة في الجامعة ودورة في تعريف الناس بك وفي اكتسابك لمهارة جديدة وضيفت لك وكتابة الشعر، يعني قبل الجامعة وبعد الجامعة شكل النظم والكلمات ذاته كان بيكون مختلف. بالتأكيد. طيب قبل الجامعة كانت الكتابات عبارة عن مقتطفات صغيرة جدا. ففي الجامعة انضميت لمؤسسة بيت الدول الثقافية، لهم التحية من هنا. فكان كل ثلاث عندنا ورشة بنعرض فيها الكتابات، يعني في شعراء كتار جدا هم يمكن سبقونا في الكتابة، فبنعرض الكتابات على أساس إنه إذا كان في نقد الواحد يصلح الكتاب وكده. فمنها بكون في منتدى كل خميس بحضور يعني عدد من الجمعيات الثقافية، عدد من الحضور أو الناس اللي بتشاهد. فدي كانت بداية الانطلاقة من مؤسسة بيت الدول الثقافية. طيب خلينا نهدي المشاهدين نص نبدأ به ونواصل في حوارنا. طيب أنا بقول قصيدة أبوي وبهديها لكل اللي بتابعونا. سمحت بزول هو أساس البسمة، ونفس الزول الزرع الفرحة وكان بيسقيها بدم شريانه، لحد ما قامت وكانت سمحة وكل الكون غطاه حنان، وصبحوا الناس بقلوب منشرحة، دابوا يوم طلع كشف الغمة، ودى الفرحة لكل الأمة، وكان هو النور الأبهر عما. وأبوي يا ناس، أبوي يا ناس قدر ما سميه ما بيتسمى، وأبوي الروح وروح الروح، وريت ساكن قليه بدوام وبيه وببوح، حين دفاق شوق وداد زول طيبان ووشه صبوح، وابوي فرحة أغنى ودوباي قليب طيب زوج وحنان وبلحن لي باني صروح، وابوي وطنا سكنت أنا وجوه ربوعي اتربيت، محل في يوم أسيب وروح، وكيفين أقول كيفين أقول، وانت الفيك صعب القول، ومهما قلت ما بوفيك، أبوي يا غالي وجمل زول، وابوي زولا بشاف هالنيل وارث الطيبة مما قام، وديم شهامته ليه دليل، ببدل بالحزن أفراح وشامخ زي جبال توتيل، وابوي عزة وفو وإخلاص، أبوي بجد سوداني أصيل، زول رايق لطيف وحنين، ولو شفتوه لما يطل زي القمر لما تبين، بضوي الدنيا بينوره وبخفف ديما نار البين، وأبوي هادي وطبعه رزين، وأبوي واحد وما ظنيت في منه اثنين، وأبوي بهواه حتى الموت، ولا ببعد أسيبه في يوم وفكر أفوت، وأبوي ريدا حروف من حب واسم ساكن جواي منحوت، وأبوي تاريخ حضارة ونيل، وفي وصفه كل كلمات صابة سكوت، وأبوي الروح وروح الروح، وريت ساكن قليل بدوام وبيه وببوح، حين دفاق شوق وداد زول طيبان ووشه صبوح، وأبوي فرحة غنى ودوباي قليب طيب زوق حنان وبلحن ياباني صروح. يا سلام يا أخي، صفقة ليك ولي أبوك ولكل آباء السودان. إن شاء الله ويجعل الجنة مسواه ويجمعنا به في الجنة يا رب العالمين. إن شاء الله. اللغة المحببة لناندي تكتب بها الشعر، تكتبي بالعامية السودانية والمحبة للغة العربية الفصيحة، يا ترى لغة محببة بالنسبة لك؟ اللغة المحببة أو اللي بجد روحي فيها دائما العادية، يعني بكتب بالعامية لأنه هي أكثر قرب للمتلقي، أي زول بيقدر النص يعني بيقدر يفهمه، فالعامية أكثر يعني. العامية ما ميالة للفصحى. أيوه. جميل. طيب برضو أنا دا أرجع بك لسنوات الدراسة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. المجالات العلمية كالعادة بيكون دراستها ضاغطة جدا، يعني زول ما بيلقى فيها فراغ كثير عشان يكتب، فكيف كانت فترة الجامعة في الإنتاج الشعري بالنسبة لك؟
والله فعلا يعني دراسة الهندسة كانت صعبة جدا، فكنت بحاول إني أوفق تحديدا للبنات. أيوة شديد، فكنت بحاول أوفق بين الكتابة، يعني الكتابة يمكن هي ما بتحتاج لي مجهود، وإنما المنتديات يمكن هي بتحتاج لي وقت وكذا، إنما الكتابة هو أو هي إلهام، يعني متى ما جاء بيكون في ميلاد قصيدة أو ميلاد نص جديد. فلكن يمكن كنت بلقى صعوبة في إني أكون حضور في منتدى أو ورشة بحكم المحاضرات وكذا. طيب خلينا نسمع نص ثاني. طيب نسمع بيت من طين، وأنا بهديها لكل أنسوات بلاد الجميلات، وأنا بقول يا بيت مستوطنة جوا ذات، طوال الشوق سائلنا عليك، يا حاضر الجاي وزمن الفات، بلهفة بريدك وبشتاق ليك، يا زولة ولا بتشبه إنسان، جهراني دوام نظرات عينيك، يا فاطمة السمحة وست الناس، مشتاق وحياتك داير يجيك، يا لوحة محيرة كل فنان، خليت الكل متحير فيك، يا شايلة هموم الوطن الحاضر بكل شهامة وطولة بال، يا بيت يا فال، يا سمحة كمني للجاري ولابسة كمان الحين شبال، ضحكة برقم الجور والهم ومدية كل الناس آمال، وأنا كل ما أقول أرسم وصفك بلقى معايا القول محتار، وأنا عندي سؤال بس عندي سؤال، أنت ملاك أم يا أخي بشر وصلك صلصال، يا بختنا بيك يا قيمة بتدي الناس الضل، يا طيبة كمال ياسمين والفل، يا لون ممزوج بيه طيبة الروح، سمارة وهيبة قلب مفتوح، وأنا دايرة أقول بس كيفي نبوح، القعدة معاك ليها مكانة بتنسي الوجع الهم والنوح، يا عروبة بتحكي عن الإحساس، يا ساكنة براك جو الأعماق وباقي كمال للنبض أساس، يا قلم بكتب شان نحن نعيش ويزيدنا حماس، كوني بخير يا كل الخير يا أغلى الناس. من هنا بهديها لصحباتي وهم يعني حضور جميل بيشاهدوني الآن، وبهديها لكل نساء بلادي الجميلة. بنحييهم وبنحيي كل المشاهدين. وفي اتهام واضح على سيرة هذا النص بتشابه النصوص الشعرية في الفترة الأخيرة، يمكن من 2000 وانت جاي أو 2002 عشان نكون منصفين أكثر، ده اتهام واضح من قبل الناس المهتمين بالأدب والثقافة لتشابه النصوص الأدبية النسائية أكثر في شكل مفرداتها، في شكل تعبيرها، أو حتى في شكل النظم بالنسبة لها. تردك على الكلام ده شنو؟ طيب أنا أول حاجة دائما قاعد أقول إنه يعني الشاعر هو مفروض يكون عنده يعني ميزة مختلفة، اكتب بلسان يعني أو اكتب الحاجة حقته. يمكن نحن كنساء أو كحواء عموما بنتشابه يمكن في العاطفة، في المشاعر، في التفاصيل دي، فيمكن الحاجة تكون هي اللي أدت لأنه نتشابه في بعض الحاجات. يعني أنت شايفة إنه فعلاً في تشابه في المفردات العامة بالنسبة للقصائد؟ في أيوة موجود، يعني حاجة كتير شديد أو ظاهرة يعني. فيمكن في ناس بتكتب يعني بإحساسها، في ناس بتكتب بتفاصيل تانية مختلفة. طيب كيف نقدر نميز بصمة أي شاعرة، خلينا نتكلم عن الشعر النسائي تحديداً، وسط كل هذا الكم الكبير من القصائد المنتجة، وسط كل هؤلاء الأنسوات اللائي يصغن الكلمات على هيئة مفردات لحنية وشعر، بما أن أنت قلتي بتشابهوا في المشاعر، فبالتالي غد تتشابه المفردات. زمان نسمع نص نعرف النص ده لمصطفى سند، نسمع نص نعرف النص ده لطاهر إبراهيم، نسمع نص نقول ده حق حمية، ده وسهري محمد علي أو غيره. فوسط التشابه ده كيف نحن نقدر نميز مفردات أي شعر من الثانية؟ طيب هو عمق الإحساس هو يعني بخلي زول يفرز الحاجة. يعني مثلا أنا لما أكتب بإحساسي قد يكون هو مختلف من إحساس زول تاني أو من طريقة كتابة الشخص التاني، فالمتلقي هو متزوق جدا يعني. ففي كثير من الناس يعني لما يقرأ نص بيعرف إنه النص ده هو كتابة فلان، فزول يكتب بإحساسه والحكم للمتلقي يعني، ويتقبل النقد في نفس الوقت يعني. جميل. عشان النقد ده نحن مرحلة جايين لها تاني. أيوة. لكن خلينا نقف على أثر الأحداث العامة على نفسية الشاعر وعلى مفرداته. بيقولوا الشاعر لسان حال قبيلته، فكيف بتأثر الأحداث العامة على الشاعر وعلى مفرداته؟ الأحداث العامة أيا كانت يعني، أو يعني مثلا الوضع الاقتصادي للبلد، الحالة السياسية. أيوة. وغيرها. والله طبعا هي بتأثر جدا، دعنا نعرف كيف بتأثر جدا. هو يعني هل بتغير مفردته ولا بتوقفه عن الكتابة ولا بتزيده حماس؟ لا أكثر ولا كيف؟ ما بتغير مفردته،
إذا صح التعبير، لأنه يعني ممكن يكون بيكتب في مواضيع مختلفة، تجد يكون في حراك سياسي، ففي الحالة دي هو ممكن يعني كل كتاباته تكون يعني متوجهة للجانب السياسي، أو كتاباته في الوطن أو حب الوطن، فهي مش بتوقف. يعني أنا دايما بقول إنه الإحساس ده حاجة نابعة من جوا، فيعني متى ما جاء بكون في ميلاد. في يعني شعراء كتار يعني قبل كده سألوهم وقفتوا ليه؟ قالوا يعني ما قادرين يكتبوا في ظل أوضاع زي دي، وحتى في الإرث العربي القديم سألوا أحد الشعراء لماذا لم تكتب، قال يعني باب الدواعي مغلق، فلا كريم يرتجى ولا يعني بقية التعليل، إنه ما في شخص حرك مشاعره عشان يكتب. فكذلك ينطبق على الحالة العامة بالنسبة لأي شاعر. عشان كده كان السؤال كيف بتأثر الأحداث العامة. خلينا نسقط المعنى عليك أنت على ناندي، الأحداث العامة هسي نحن الآن في وضع استثنائي بدعي في البلد. أيوة. الحالة دي أثرت عليك كيف؟ هل خلتك تغيري شكل مفرداتك مثلا من النص العاطفي لنصوص اجتماعية؟ أيوة. ولا زدت في إنتاجك، ولا غيرت شكل المفردة ككل؟ يعني غيرت شكل المفردة، وكتاباتي يمكن بقت موجهة للوطن، فيها بعض الدعم التشجيع كده، فما وقفت صراحة. أنا ما وقفتها عن شخصي، ما وقفتها، فما أقدر أحكم على الناس الثانية، إنما أنا شايف إنه الأوضاع هي أيوة يعني يمكن مؤلمة جدا، ونسأل الله إنها يعني تتسهل، ونشوف السودان في القمة، ويعني نصعد لقدام ونكون نحقق كل اللي بنحلم به. لكن على الصعيد الشخصي هي ما أثرت علي، وإنما كتبت يعني في حب الوطن وكذا. جميل، نحب ندعوكم. يا ريت بين اتنين ماتت مع الأيام، ذكراها ليها سنين والرجع عليها حرام. يا شمس تتحدى كل الغيوم تطلع، يا صوت صداه بعيد شان البريد يسمع. لو المحبة سلام ليها العيون تدمع، والخاطر المكسور يا غالي كيف رجع. يا سكتي الجاية بمشيكي واسقة براي، الذكريات مرة إلا الزمن نساي. بضحك عشان بكرة وعشان عميري جاي، من الجسم غلابة صدق اللي قال والله. يا موجة بتسالم مبسوطة وسط القيف، ما بين حضور وغياب لا بتهدى لا بتقيف. بحر الغرام بيغدر بيزول قليب رهيف، والفي العشق غرقان وريني مرق كيف. يا حاجة من اثنين بين ريد وحنية، تشبه موسيقى ناي ليه قاعدة عصرية. قدر الفراق مقسوم ونار الغرام حية، وانا من عذاب الريد الله الكريم ليا، وانا من عذاب الريد الله الكريم ليا. مرحبا بك من جديد ناندي حامد حسين. والسؤال الأبرز، هل الشاعر يكتب ليكون مرآة تعكس الواقع، أم يكتب ليصنع واقع موازي؟ شاعر، سؤال واضح؟ أيوة. طيب. يكتب عشان يعكس الواقع. أيوة. ولا هو بيصنع واقع موازي جميل كده الناس تعيش فيه، يعني الناس تسمع القصائد بتاعته عشان تفرق وتنسى همومه وكده، ولا هو يكتب عشان يعكس الواقع اللي عايش فيه؟ يعكس الواقع، يعكس الواقع يعني. وأحيانا عشان يعني يخلق جو جميل برضه، يعني إجابة دبلوماسية. أيوة. لكن نقبل أنا وشيها. طيب كيف بتكتب القصيدة الشعرية؟ يعني بالنسبة لك مراحل كتابة القصيدة، فجأة كده تفكر إنه جاك نص بكتبيها، ولا أنت الكتابة عندك لحظة بتاعت إلهام والنص بينزل مرة واحدة وانتهينا، ولا موقف معين مثلا؟ طيب أحيانا بكتب لمواقف معينة، يعني في مواقف بتكون مؤثرة جدا فبكتب عشان الموقف، أو عشان أتعايش مع الموقف أو أحكس الموقف. أحيانا بكتب بيجي الإلهام في شكل قصيدة، فبيكون في ميلاد قصيدة، في قصيدة يعني ما بتكتمل وقتي وإنما بعد فترة، فبرضو هي موجودة، يعني بكتب النص بعد فترة أرجع أكمل. أنت ميالة للنصوص الطويلة ولا القصيرة عموما يعني؟ الطويلة. ميالة للنصوص الطويلة. بالنسبة للنصوص اللي بتتكتب وما بتنتم، بتعمليها كيف؟ هل بتعمليها على السنة نص كامل، ولا بتهمليها وبتسقطيها من حساباتك؟ والله ما بهملها، يعني يمكن إذا كتبت نص وهو كان يعني طويل نفترض، أو ما كملته للنهاية، فصعب علي إنه أكمله، فبخليه يعني بقفله بقافية معينة، أو ما يعني في المكان اللي هو وقف فيه عايزين يكون موجود يعني، فما بهمله، إنما برجع أقرأ وطلعه. جميل. بيقولوا يا ناندي إنه اللغة مؤنثة واللغة أنثى، وبالتالي بتنحاز للتعبير الشعري الأنثوي. اللغة ذاتها كمفردة أنثى. أيوة. واللغة
المكتوبة لغة أنثى، وبالتالي بتنحاز للتعبير الأنثوي. هل ده ما نسميه اتهام، تعبير صحيح ولا تعبير خاطئ؟ إن كان تعبير صحيح للغة أنثى، وبالتالي التعابير الأنثوية بتأتي صادقة أكثر، وإن كان تعبير خاطئ فنحن قبل شوية كنا نتكلم مع قانوني، فنشوف مرافعتك عن هذه القضية يعني. طيب أنا مع إنه اللغة أنثى والكتابات الأنثوية صادقة جدا. ليه؟ هو إحنا صادقين جدا عشان إحنا صادقين عشان نحن صادقين وما بنكذب. دي جندرة مش؟ أي عشان إحنا صادقين وما بنكذب. طيب نسمع نص ثاني. طيب نسمع نص ثاني. أنا بقول يا زول خبارك ماشي وين، وأيام بعادنا أبد تمر، خليتني أتمطق رجاك، وصلوا الفراق جد طعم مر، حافظاها خطوات الأرض بدل التراب بوطف جمر، وانا وانت والهم زي بعض الا الفرق حبة صبر، والموت هو بس بفرق كثير، شان اللي بيموت بيمشي القبر، وانا موتي في ريدك حيا وكل موتة هي بداية عمر، شنو المنع الكلام جواك خلاك تجابد في السكات، حاوشت ريدنا اللي كان زمان قفلته من كل الجهات، يا زول معجم بالجفا ماليني بفرقة وشتات، يوماتي هجرك لي بيزيد حابس جواي الأمنيات، وأنا ما بناظم بالخداع بتهج ليلة الأمسيات، الليلة حيل أشواقنا حي لكن وجودك فيني مات، وصاحرتك بدون أسأل ولا فكرت يوم أنساك، وكنت بخاف تفوت طرح الأفتش ليك وما ألقاك، وكن محتار في بعادك وضيع عمري اللي جيته معاك، يا ضحكتك وجع وعذاب ما لقيت معاك غير الألم، أنا كنت بهواك بصدق ضاعت. جميل، ما فرقت. ده بيقودنا طوالي لسؤال مهم ومهم خالص بدوره بيسأل الناس كلها، وأقرب نص لك مستحيل تنسيه. أقرب لي نص ومستحيل أنساه قصيدة أبوي، ده اللي افتتحنا به. أيوه. هو ده كان من أوائل النصوص اللي اتكتبت؟ والله هو ما من أوائل النصوص، إنما يمكن ثاني نص، بس هو واقع يعني لو واقع خاص دواي. أول الكتابات هو ما كان نص مكتمل، يعني أنا ما بقول عليه نص مكتمل، وإنما كانت يعني مقتطفات أو حاجة صغيرة جدا، حتى إنه أنا ما مستحضرة، فيمكن دي كانت البداية. طيب نتكلم برضو عن مشروعك الأدبي، يعني أنت فكرتك في قصة الكتابة ككل وتعبير ككل، فكرتك ليه وشنو مشروعك الأدبي؟ مشروعي الأدبي والله يعني أنا بقول إنه هو مشروع متكامل، أو إنه يعني ما محددة حاجة معينة، يعني مثلاً يعني أنت التعبير لما يجي زي ما يجي نص مقال قصة قصيرة يتكتب. أي ما محددة الحاجة، وإنما يعني أيا كان هو يكون موجود يعني. طيب أغلب التعبير قاعد تجي على هيئة قصائد ولا نصوص ولا خواطر ولا مقالات ولا شنو؟ أقرب أو أغلب الكتابات بتجي على هيئة قصائد. على هيئة قصائد. طيب احنا عندنا تجربة تانية اوريكم ليها، هو كتاب يلا إيجابية. يلا إيجابية، ملخص في التغيير والحياة. كلمينا برضو عن الكتاب ده شوية. طيب يلا إيجابية، يمكن ميلاده كان في الفترة الفاتت. الفكرة جات من انه عملت ورشة توعوية ناقشت فيها يمكن قضايا مختلفة، فكان الإقبال عليها كويس جدا، في ناس كتار يمكن يعني أخذوا بمفهوم التغيير أو إنه كيف يتغيروا في حياتهم، يصنعوا واقع مختلف يعني يليق بهم وبتفاصيلهم. فالورشة يمكن كانت يعني فيها عدد من الحضور، يعني بعد الورشة أدوني دافع إنه يعني لما تعملي كتاب أو ورش على سنه يعني تكون الاستفادة أكثر، ففكرت إنه ليه أنا ما أعمل كتاب وناقش فيه قضايا مختلفة عشان شنو يعني تكون منظومة متكاملة وزول يقدر يتناولها بطريقة كويسة ويلقى فيها الحاجة اللي يستفيد منها. فكان ميلاد كتاب يلا إيجابية، شاركت به في معرض الخرطوم الدولي الدورة الفاتت، وإن شاء الله يعني ما شاء الله كل النسخ خلصت، إن شاء الله هسه ساعي في الفترة دي إنه أطبع النسخة الثالثة بإذن الله من الكتاب. طيب الكتاب واضح يا ناندي إنه فيه جانب تحفيزي كبير وفيه جانب من جوانب تنمية الذات والتنمية البشرية. أيوة. كلم برضو عن اهتمامك بالتنمية البشرية و يعني الأدب وخدمته لك في كتابة نص آخر من التعبير زي كتاب عن الإيجابية مسمى يلا إيجابية ملخص للتغيير والحياة. يعني الشعر خدمك كيف إنك ألفت الكتاب ده؟
الشعر خدمني كيف انه الفت الكتاب؟ والله يمكن بس اخذته يعني او اخذته من الشعر طابع الكتاب عموما، يعني يمكن الفكره هنا مختلفه شديد، يعني اختلاف المفرده، اختلاف التعبير، اختلاف شكل الكتابه في حد ذاتها، فيمكن بس يعني اخذته من الادب الطابع ككل، انما الاسلوب كان مختلف جدا. يعني لو لاحظت الكتاب يمكن بتلقى في البدايه جانب تحفيزي انه الامل، الثقه بالنفس، التفاصيل اللي بنحتاج لها في حياتنا. الجانب الثاني يمكن تناولت قضايا اجتماعيه بحته، يعني مثلا نظره المجتمع للمطلقه، كيف انك تتعامل مع يعني الاجتماعيات عموما، فناقشت جانب ثاني. طيب نسمع نص ثاني؟ طيب نسمع نص ثاني، انا بقول طيب نص ثاني. يا زولا هويت وردت، عرفوها الخلق قصتنا، علمني الغرام والرهدة، مشكور الصدف لمتنا، معليش يا فرح أحزاني ما تندم عشان فرقتنا، كثير فكرت أبقى معاك إلا الجسم ما أدتنا، ويا ضيل بشحف العتمة من نور القمر بالضارة، يا قيمة ودعاش يا نسمة خليت الخلوق محتارة، خطيتك أمل في الدنيا بس طلعت كمان غدارة، قلابة وعجيبة الجسم ما بنقدر نفوت غدارة، ما بين الفرح والوجع ساقتنا السنين تجارة، بين لهفة غرام ومحنة سكتنا انقطع مشوارة، تاريخ الفراق راجينا في القاسية العجيبة سرارة، والضاق الفرح في الريدة بتعذب ويذوب من نارة، وغنى ليك غنى ليك بنيات شوقي والريدة انكتب مزدارة، اتلاشى الظلام وانفر والدنيا اتكسد بنوارة، الروح انتشت بين شوفتك يوم طليت سكنت ديارة، ربحان القليب الرادك لكن بس مشيك خسارة، ربحان القليب الرادك لكن بس مشيك خسارة. ناخذ من قفلة النص الأخير محورنا الجاي، وهو التعبير في الشعر النسائي. لحد فترة قريبة جدا كانت المرأة تستعير بمفردات تانية عشان توصف المحبوب أو الطرف الآخر، فلاحظنا أيضا برضو في الفترة الأخيرة بيقى في توصيفات أكثر وضوح. شنو سر المفردات الجديدة في دخول الشعر؟ هل هي مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، أو انفتاح المرأة، أو تفتح عقل المرأة، تعليمها أكثر، اختلاطها يعني بناس أكثر؟ السر في دخول مفردات جديدة وتعابير أكثر صراحة وضوح. يعني مثلا إذا مسكنا مفردة الحقيبة بنلقى التعبير عن المحبوب والمرأة، تلقاها بشبهها بالغزال، الريم، الريل، لحد جات فترة عبد الرحمن الريح، بعد ذاك تكلموا عن روح المحبوب والمرأة، ما كان في وصف للمحبوب. الشعر النسائي كذلك أيضا أصبح أكثر وضوح وأكثر جرأة في التعبير عن المشاعر. والله يمكن نقول المواكبة أو يعني الانتقال من فترة لفترة. يمكن ناس زمان هم مفرداتهم طبعا يعني أكثر صديق، رغم أنهم هم كانوا يعني بشابه زي ما أنت ذكرتها بتفاصيل مختلفة جدا. فنحن يمكن في تصريح ويمكن الحاجة دي إن دلت إنما تدل على أيوة يعني عموما يعني الانتقال أو يعني معايشة واقع مختلف، خلينا نقول إذا صح التعبير. يعني بتخافي كشاعرة يجي يوم ويحاكموك بمفرداتك الكتبتية؟ يعني كتبت نص معين تتحاكمي بالنص ده، يعني يحكموا عليك من خلال النص الكتبتي؟ أيوة. فلكن حريصة كل الحرص إني يعني قبل ما أنشر حاجة أنا كتبتها لازم يعني أكون عاملة تشيك من كل الجوانب عشان ما تتحاسب علي الحاجة دي. جميل. بالعودة لموضوع الكتابة الأدبية بصورة عامة وتكملة المشروع الأدبي، شاهدنا كتاب في التنمية البشرية والتحفيز، هل من المتوقع أن نشاهد شكل آخر من أشكال الإصدارات الأدبية؟ إن شاء الله يعني في الفترة الجاية بإذن الله حأنزل أول ديوان لي إن شاء الله بإذن الله. أنت ما طبعتي ديوان؟ لا والله المفروض كان أطبع، فجاء يلا إيجابية هو أخذ كل حاجة وكان هو يعني المتصدر الأول، فإن شاء الله يعني على أمل إنه يكون في ديوان في الفترة الجاية بإذن الله. جميل. نسمع نص أخير.
نص أخير. أنا غايت بريدك ومشتاقين، وحتى الشوق كان مشتاق ليك، جايك مليان بحب وحنين، ما بندسه وبس بتحسه وظاهر وباين في العينين. يا زول يا زوق واجمل مخلوق القاك متين، وريني متين شانجي والقاك وبل الشوق الدس سنين. صار احنا عديل ما تكون بين بيننا، يا اخ بهواك ما داير اسواك، مسي بني تفوت ليمر البين، انسى الاحزان واملاني حنان، نسيني الكان يا سيد روحي واجمل انسان. دايراك حبيب ليه روحي قريب، وانا اعزف لك الريد الحان. دايراك حبيب ليه روحي قريب، وانا اعزف لك الريد الحان. شكرا جزيلا الشاعرة والأديبة ناندي حامد حسين، نورتينا كثير في ظلال الأصيل وفي قناة الشروق الفضائية، سعدنا بهذا الحوار القصير، كثر خيرك. أنا الأسعد، والتحية لكم والتحية لكل المشاهدين اللي تابعونا، والتحية لأمي أنا بحييها جدا من هنا، وأقول لها رب يديك الصحة والعافية إن شاء الله، والتحية لكل صحباتي ولكل الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا سعيدة جدا إني كنت في حضرتكم. شكرا شكرا ناندي، دي كانت مساحتنا اليوم في ظلال الأصيل، واللي تجولنا فيها ما بين ثقافتين، الثقافة القانونية ضفقة ضيفنا الأول الأستاذ مجاهد عثمان، والثقافة الأدبية حيث اللغة الشعرية في حضرة ضيفتي ناندي حامد حسين، وحديث مطول عن الأدب والثقافة والفنون، وسمعنا عدد من النصوص. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد، حتى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل في أمان الله، مع السلامة.